الإعلام العالمي لحقوق الإنسان 70 عاماً. يحتفل المجتمع الدولي هذا العام وعلى مدى سنة كاملة بمناسبة مرور 70 عاماً على صدور الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إطلاقه في مثل هذا اليوم من العام 1948، ويكتسب احتفال هذا العام أهمية خاصة نظراً لما تشهده أوضاع حقوق الإنسان على المستوى العالمي من انتهاكات جسيمة وخطيرة تتمثل في سن القوانين والقيام بالممارسات المكرسة للنيل من سلامة وكرامة وحريات العديد من البشر، وكذلك سقوط الكثير من الضحايا من جراء شن الحروب والتهجير القسري ونزع الجنسيات من المعارضين واللجوء إلى التعذيب واستعمال القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات والمطالبات بالمساواة واحترام الحقوق الإنسانية. إنه لمن المؤسف أن يحتفل العالم بهذه المناسبة وقد مضى على صدور الإعلان العالمي 7 عقود، ولا زالت البشرية ترزح تحت نير الكم الهائل من الظلم والتمييز وغياب العدالة ومصادرة حرية الرأي وانتشار الفساد الذي يهدر الثروات والحقوق. كما أنه من المؤسف بل من المخجل أن يتعرض الإنسان لهذا الكم من المعاناة الناجمة عن تجاهل المواد المنصوص عليها في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي توافقت عليها إرادة كل الشعوب وحكومات العالم. إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تشارك المجتمع الدولي هذه الاحتفالية فإنها تدين كل أشكال الانتهاكات الماسة بالحقوق الإنسانية التي تتعارض مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد تضم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان صوتها مع ما جاء في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة وتأكيده على الحق في التحدث بحرية والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتنا، والحق في العيش بمنأى عن أي شكل من أشكال التمييز، والحق في التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية والتمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في الخصوصية والعدالة. والجمعية البحرينية تحتفل بهذه المناسبة المجيدة فأنها أيضا تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع المدني تقديرهما لجهود وتضحيات المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل التنكيل الذي يتعرض له الكثير منهم. كما تأمل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن يتمكن المجتمع الدولي مستقبلاً من وضع آليات ملزمة للدول بعدم خرق حقوق الإنسان وفرض عقوبات رادعة على الدول المنتهكة لتلك الحقوق.